الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أريد أن توجهني إلى ما يرضي الله، فأنا وأخواتي في كرب شديد، إخواني يكرهون أعمامي بغير وجه حق ويريدون أن نقف معهم على ظلم أعمامي. يقول: وأنا وأخواتي نخشى الله في أعمامي، فلم نرى منهم إلا كل خير وحب ورحمة، ونحن في كرب لا يعلم به إلا الله، إن لم نقف معهم في ظلمهم وخطأهم أذاقونا أصناف الهموم والمشاكل والسب والشتم، وهم يفعلون ذلك حتى أظلمت الحياة بأكملها في أعيننا. نرجو منكم توجيه النصيحة، فنحن لا نريد أن نقف مع الباطل ضد الحق، ولكن أنهكت قوانا من الهم والخوف. الحمد لله رب العالمين. وبعد، من الأمور التي حرمها الله عز وجل التهاجر بين الأقارب وقطع الأرحام فيما بينهم، فإن قطيعة الرحم من جملة كبائر الذنوب وموبقات الآثام التي وردت الأدلة الكثيرة الشهيرة المتواترة ببيان خطرها وحكمها الشرعي. فقطيعة الرحم فيما بين الأقارب من جملة الكبائر التي يجب علينا أن نحذر منها الحذر الشديد. يقول الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها. وقال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي الحديث: لما خلق الله الرحم تعلقت بالعرش فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فقالت: بلى قد رضيت. قال: فذلك لك. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا. فالواجب على الأقارب فيما بينهم أن يتآلفوا وأن يتحابوا وأن يتواددوا وأن يعفو بعضهم عن بعض، وأن يقدموا فيما بينهم مبدأ التسامح والاحترام والتقدير فيما بينهم، وأن لا يفتحوا ثغرات تحريش الشياطين، وأن لا يكبروا المشاكل حتى تكون نارا مضطرمة تفرق أواصرهم وتقطع أرحامهم. وعلى العقلاء من الأقارب إذا رأوا شيئا من التهاجر من أقربائهم أن يبادروا بالنصيحة الواجبة والإنكار والتوجيه، وأن يأخذوا على يد السفيه حتى يعتذر ويكف شره عن أقاربه. فالله عز وجل أمر الأقارب بالصلة وحرم عليهم القطيعة، حتى ولو كان الأقارب قد أساءوا لك، فإن إساءتهم لك أمرها إلى الله عز وجل، والله يحاسبهم، ولا يجوز لك أن تقابل إساءتهم بقطيعتهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كذلك فإنما تسفهم المل، فإنما تسفهم المل، ولا يزال لك عليهم من الله ظهيرا ما كنت على ذلك. فإذا أساء الأقارب لك فالواجب عليك أن تحسن إليهم، وألا تقابلهم الإساءة بالإساءة، ولا القطع بالقطع، ولا الهجران بالهجران. فإذا لم يعرفوا حق الله فيك فإن هذا لا يحملك على ألا تعرف حق الله فيهم، فالله عز وجل هو الذي يحاسبهم. ولا حق للإنسان أن يطيع والده ولا والدته ولا أخاه ولا أخته إذا أمروه أن يقطع أقاربه وأرحامه، فإن هذا أمر بمعصية، والله عز وجل إنما أمر بالطاعة في المعروف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال: إنما الطاعة في المعروف. حتى وإن زمجر أخوك أو أختك أو غضب عمك أو خالك بسبب عدم طاعتك في هجر قريبك، فليغضب كيف ما شاء، فلا شأن لك به، لأنك إنما تصل أقاربك تعبدا لله عز وجل، وتخاف من قطيعتهم خوفا من عقوبة الله عز وجل.
فأنت على الحق، ومن ينهاك عن صلتهم على الباطل. ولا أقول إلا كما قال الله عز وجل: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. ولا يضرنك كثرة من يأمرك بقطع أقاربك، فإن العبرة ليست بالكثرة، وإنما العبرة بموافقة الدليل كتابا وسنة. فاثبتوا على ما أنتم عليه، واصبروا واحتسبوا الأجر، وأحسنوا القول والعمل، وتحملوا ما يصدر عليكم من أقاربكم من إخوان وأخوات ووالدين وأعمام وأخوال بسبب عدم طاعتكم لهم في قطع أرحامكم. فلا يجوز لكم أن تطيعوهم، وإنما عليكم الصبر واحتساب الأجر، والله عز وجل يؤيدكم وينصركم، ولا يزال لكم من الله عز وجل ظهير ونصير ما دمتم على ذلك. ولا يزال لكم من الله عز وجل ظهير ونصير ما دمتم على ذلك، والفرج قريب، وكلما اشتد الحبل انقطع. أسأل الله أن يثبت قلوبكم على صلة أرحامكم، وأن يهدي إخوانكم وأقاربكم، وأن يكفينا وإياكم شرور أنفسنا وتحريش شياطيننا، والله أعلم.